السلام عليكم، كيفكم؟ اليوم رح نكفي بالدرس كنا مبلشين فيه يوم من قبل، اللي هو كنا عم نحكي بالريبرودكشن. اوكي، نحن بلشنا بالريبرودكشن اوف انيمالز، وتعرفنا على مفهوم الريبرودكشن انه هو عملية التكاثر. اوكي، هلا اليوم رح ناخد سبيشال كيس، هي الريبرودكشن اوف ان ايفوبوروس انيمال ان ان تيريستريال انيمال. اول اشي خلينا نتعرف مع بعض من هن الايفوبوروس انيمال. نحن بالإيفوبوروس أنيمالز، اللي هن الأنيمالز are animals whose their embryo develop inside eggs that are laid by the female. يعني أنا الإيفوبوروس أنيمالز الإمبريو اللي بكون عنا ياتن بينمو بيكبر بقلب الإيج. مثلا أنا عندي شايفين هاي الإيج، فالإمبريو بيكبر بقلبها. أوكي، طيب وين بتصير عنا الديفلوبمنت للإمبريو؟ بقلب الإيج. طيب هو من وين بيجيب احتياجاته؟ من وين بيجيب النيتس تبعونه؟ من وين بيجيب النيوتريانس؟ من وين بيجيب الاكسجين؟ بيجيبها كمان من قلب الايج. طيب خلينا نتعرف قبل على هاي الايج، نشوف شو في بقلبها، الليبل تبعها والامبورتانس لكل واحد. اوكي، نحن عنا هاي اللي هون شايفينها اسمها الاير شامبر، اللي الفراغ الابيض الايج وايت اللي هو ريتش ان ووتر بروتينز اند مينرال سولت. الهاي من جوا اسمها الشل مامبرين، الهاي شو اسمها اليلق، اللي هي بتكون مليانه ريتش ان بروتينز اند ليبيدز. اما الشل من هون اللي هي ريزيرف اوف كالسيوم، وهي بادي مال تو ووتر اند اير. اوكي، طيب وين انا بتصير عندي، وين بكون الامبريو موجود؟ بكون عندنا ياتو هون. يعني انا الامبريو هيدا من وين بيجيب احتياجاته؟ بيجيب احتياجاته من الايج نفسه. يعني the egg contains all the necessary elements for the development of the chick. اوكي، يعني الايج فيها كل شيء بتحتاجه للتشيك لحتى تنمو وتكبر. فهذا هو تعريف الايفوبوروس انيمالز، اللي هن ار انيمالز whose their embryo الامبريو طبعاً develop inside eggs. اوكي، بنمو بكبروا بقلب الايجز that are led by the female، اللي بتكون من محطتهم الفيميل. development للامبريو وين بتصير عندنا هاي development؟ وين بيكبروا وبينمو؟ the embryo develops inside the egg بقلب الايج and receives any its needs nutrients والoxygen from the egg reserves. اوكي، خلينا نتعرف كيف بتحول الايج لشو؟ لتشيك. نحنا اول اشي الهن اللي عنا اياها بتعطي بتقعد وين؟ sit on the fertilized egg، بتقعد على البيض اللي عنا اللي بكون هي معطيتهم. يعني the hen sits on the fertilized egg for 21 days، بتقعد عليهن 21 يوم at a temperature of 40 degrees Celsius، درجة الحرارة بتكون 40. This is incubation. يعني أنا إذا أنا شو تعريف الانكوبيشن أو شو هو الانكوبيشن، أنا لازم أعرف إنه هي لما الهن sit on the fertilized egg for 21 days، هي هاي تعريف الانكوبيشن. طب أنا شو بصير عندنا بقلب الانكوبيشن؟ كيف بتنمو وبتكبر الايج لحتى بتصير عندنا يا تشيك؟ وشو بصير بالامبريو بقلب الايج؟ خلينا نشوف مع بعض. An egg on the second day of incubation، باليوم الثاني من incubation، the blood vessel transport the nutritive substance and oxygen to the embryo. بتبلش الأوعية الدموية اللي عنا هي بتوصل the nutritive substance والأكسجين لوين؟ للإمبريو. هاي باليوم الثاني. بعدين بنوصل على اليوم العاشر at the an egg on the tenth day of incubation، التشيك بتبلش تصير شو عنا ياتا؟ فيزبل، يعني مثل ما احنا شايفين هون بلشت التشيك عنا ياتا تصير واضحة لنا. هاي باليوم العاشر، يعني احنا باليوم الثاني بتبلش الأوعية الدموية بتبلش البلوت فيسل تنقل النيوتريتيف سبستانس والأكسجين للإمبريو. باليوم العاشر بالإنكيوبيشن بتصير عنا التشيك شو مالها؟ فيزبل. نوصل لليوم 21، تيجي هاي التشيك تكسر اللي تشل اللي عنا اياته وانا بتطلع لبرا. طيب the chick bursts that shell by the hard and sharp end of its beak and comes out. هاي العملية شو بسميها؟ hatching. يعني انا لازم اعرف اول اشي انه الانكيوبيشن هي شو الانكيوبيشن؟ قد ايه مدتها؟
21 يوم. طيب شو بيصير؟ نحن اللي هنا بتقعد على الايج 21 يوم. باليوم الثاني من الانكيوبيشن البلاد فاسل بينقلوا النيوتريتيف سابستانس والاكسجين لون بينقلوهم للامبريو. بيجي عندنا باليوم العاشر بتبلش هاي التشيك، اوكي شو بتبلش تصير؟ فيزبل، بتبلش تبين علينا. باليوم 21 بتيجي تكسروا بالبيك تبعه وبتطلع لبرا، اوكي. نحنا لازم نحفظهم، لازم نعرف قد ايه مده الانكيوبيشن، لازم نحفظ الليبل للانك ونعرف الامبورتنت لكل واحد عنا اياته، ولازم نعرف انه الايفابوروس انيمالز هن الانيمالز وين من هن الامبريو تبعهم بينمو بيكبر بقلب الايجز ديفلوب انسايد ذا ايجز، اوكي. يعني احنا بدنا ندرسهم كثير مظبوط. ماشي، ثانك يو.